مبروك علينا وكنال أجيرة الملك وجميع الشعب المغربي. احنا اكثر شعب محتاج للفرحة وكنال جميع المغاربة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وكنال اللعابة اللي كانوا رجال وكنال الشعب الفلسطيني. الناس فرحوا المغاربة جميع المغرب نايض وجميع الدول الاوروبية نايضة فرحانة. تشكروا السري كراكي تشكروا اللعابة كاملين على هاد الهدية اللي عطاو المغرب وبالنسبة للمغرب كامل فرحان والراية مغربية وعاش الملك. مبروك المغاربة مبروك صاحب الجلالة الرياضي الأول يعني الوليد الركراكي هو الوحيد اللي جسد المغرب يستاهل ما احسن يعني هاد الفريق هذا هما المغاربة وفعلا المغاربة يستاهلوا فرحة أكثر. هذه عامين احنا مكوبين وجا وليد كفى لنا كل شيء هاني على هاد الوليدات مع المغاربة اللي شجعان برافو عليهم والفينال غنديو ان شاء الله حنايا ديما مغرب فرحنا المغرب. وبالنسبة لهاد الكوب دي موند هذا يعني هاد الكوب دي موند يعني بواحد الطعم خاص لأنه ما بقاش فريق كبير وفريق عنده تاريخ ما بقاش عندنا فريق كبير يعني ماتش يعني لوميا وكيغان وديما مغرب وحنا ديما مغاربة والمغاربة يستاهلوا احسن ان شاء الله. احنا فخورين جدا بهذا الانجاز هذا اول فريق عربي وافريقي كيتأهل الناس في النهائي ان شاء الله. ديما مغرب
اخويا فرحونا الله يعطيهم الصحة. سيبو انا مشى الصوت مشى الجهد مشى كل شيء. فرحانين بهذا الفوز اللي حقوا لنا المغاربه، وبغينا نقولوا لهم شكرا بزاف، اتفرحتونا وكنا محتاجين لهذه الفرحه. فيف لو ماروك.